مرحبا بكم في اول حلقه. دي حتكون بدايه البدايه لكل حاجه. في الفيديو ده ان شاء الله تكون في اجابه غمبروته، لانه كيف الناس ممكن تسافر، واذا داير تعرف اكثر بالذات على افريقيا كيف ممكن تعرف اكثر كيف ممكن تسافر جوا افريقيا. فدي قصتي مع اول سفر في السودان. زي كل الشباب اللي كانوا في الجامعة، أنا قريت جامعة الخرطوم وقريت بالضبط هندسة التعدين. فأول حاجة كنت دايرة كنت دارسة في برا السودان، لدرجة إنه في لحظة من اللحظات أنا كنت بقدم لكمية من المنح، كمية من المؤتمرات. واحد من المؤتمرات أنا قدمت لها كان مؤتمر دايرين زول يقدم ورقة علمية في الـ HIV للـ AIDS، والزول يكون مرأة يعني عديل for women. بعد كل أنا قدمتها كنت أوريك إنه قد كيف أنا كنت داير أطلع برا البلد في الوقت ده. الكلام ده كان في سنة 2017، آخر سنة لي في الجامعة. في نفس السنة ديك لقيت إنه في برنامج مقدم من ناس اللي هو برنامج كان اسمه أبشفت. الهدف من البرنامج تجيب عدد من الشباب في عمر المراهقة ونديهم الانتربرينوريال سكيلز أو السكيلز اللي عندها علاقة بريادة الأعمال، كيف إنه يعملوا بيزنس صغير، كيف يبدوا لهم حاجة صغيرة ممكن تفيدهم وتفيد تفيد المجتمع. أنا قدمتها وأوت أوف 400 نفر كانوا قبل 16 نفر، فلحسن الحظ أنا كنت من ضمن 16 نفر. فأخذنا 2 ورشوب، بعد 2 ورشوب من 16 نفر اختاروا 8 انفار، فبرضه لحسن الحظ انا كنت من ضمن 8 انفار. 8 انفار قسموهم لمجموعتين، 4 المفروض يشتغلوا في بورسودان و4 المفروض يشتغلوا في الخرطوم. فانا طبعا اخذت بورسودان، يعني كنت يا دوب داير اسافر او داير اشوف بلاد جديده. فدي كانت اول مره انا اسافر بالطياره، وذكر رحلتي كانت بتاعكم، كانت رحله جميله شديد. انا قررت اغرق في الرحله دي قصه ليوم ثاني ان شاء الله، لكن دي كانت البدايه. ابشيف ذاته كان لقيت واحد من الناس اللي قدموا البرامج اسمه أندي. أندي كان قال لي يا أحمد أنت رايك شو قمت تقدم في واحد من المعاهد اسمه أمان إنستيتيوت. هو زاد وقرأ في 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 المعهد ده. قمت أقول له كيف الزول ممكن يقدم؟ فوراني إنه في برامج حسيفات ممكن تقدم فيها. مشيت وجيت فعلا التقديم بالنسبة للبرنامج وقدمته. التقديم للأسف الشديد كان صعب شديد، يعني كان عبارة عن فورم طويل فيه كمية من الأسئلة. اي سؤال انت بتقدم تكتب فيه حاجه بتاعت 1000 كلمه او 2000 كلمه عادي. فقدمتها، حسن الحظ بعد شهر او شهرين على ما اعتقد قاموا رسلوا لي انت جيت للمرحله الاولى، هتمشي للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه اللي هو مرحله الانترفيو. في الوقت ذاك كنت شغال مع شرطي. الهدف من شرطي اصلا انه الناس تعيش يعني روح السودان. كان كميه من من, من الشباب، كميه من الحماس، كميه من احنا نسافر. ففي الوقت ذاك كنا مسافرين للشماليه اللي هو زي منتدى كده بتاع العماره، ونحن كان المفروض شورتين نشوف حياة الممتعة اللي ممكن نقدمها للناس. الفورم ده كان المفروض يحصل في أقصى شمال البلد، بلد المحس حاليا. لفينا 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 في البلد. فأثناء نحن ما لفين طبعا نحن بنلف عشان نشوف الأماكن اللي ممكن نصورها، الأماكن اللي ممكن نشوفها، الأماكن الناس اللي ممكن تقعد فيها، ممكن ترتاح فيها، ممكن تعمل مديتيشن، طبعا بيكونوا أجانب وحياة أشياء كذا. ففي الوقت ذاك انا كان لقيت الايميل، الايميل بيقول انه نحن نعمل معك انترفيو يوم اربع. انا متذكر بالضبط يا يوم اربع، لكن الاربع ده كان اول اربع بعد تم حرق دار المؤتمر الوطني في عبره. اللحظه ديك نحن كنا قاعدين كلنا شباب مع بعض في غرفه، وفجاه في واحد قام قال يا اخواننا دار المؤتمر الوطني في عبره حرق. فنحن كنا فرحانين فرح شديد. اول اربع بعد ذاك كان الاربع المفروض اعمل فيه الانترفيو. لسوء الحظ يوم الثلاث قطع الانترنت، ولحسن الحظ انا كنت متوقع انهم حيطوا انترنت. في يوم الاثنين انا رسلت لهم ايميل قلت لهم انه ما في مشكله ممكن اعمل انترفيو يوم الاربع، لكن الانترنت ممكن يقطع. فاذا الانترنت قطع ممكن ترسل لي في اربع في تليفوناتي لي او ممكن تضربوا لي عادي. في يوم الثلاث قطعوا الانترنت وكنت متوقع انه ما حيحصل انترفيو، لكن يوم الاربع ضربوا لي. طيب ضربوا لي، انا كنت قاعد في عربيه ما تحسي بالذكر الحالي، كنت قاعد في الهايس في المقصور القدام مع السواق. نحن كان فرقنا من الحدود المصريه السودانيه 50 كيلو بالضبط شمال حلفا القديمه. ففي الوقت ذاك ضربوا لي بالنسبه للانترفيو. بدا الانترفيو اللي هو بيسالوك انت تعمل شنو، شغال في شنو، الحياه اللي بتعمل فيها وهكذا، اسئله كثيره شديد. الانترفيو اخذ زمن طويل شديد، تقريبا اخذ قريب الساعه ونص، لدرجه انه احنا مشينا المكان احنا دايرينه وجينا راجعين ثاني. وبعد ما جينا راجعين انا نزلت ولسه كنت شغال انترفيو. انا كنت شغال بتابلت بتاع حواري، فكان قابل الطبيعي انا شايله بتكلم فيهم يس نو ما ادراك اي كان دو يو كان دو، واحكي القصه وماي ستوري والكلام كده. فبعد شهر من الوقت ذاك رسولين احنا جبناه في البرنامج. اسم البرنامج اصلا اسمه بوست جراديويت سيرتيفيكت ان سوشيال انوفيشن
مانجمنت. في الوقت ده نحن وصلنا بداية 2018 اللي هو بالضبط شهر فبراير 2018 تم الاستولاء لجوجل. في الوقت ده كان تقريبا دي الشهر الثاني للثورة. في نفس الوقت أنا كنت بقدم لبرنامج ثاني اسمه أورنج كورنر. أورنج كورنر عبارة عن incubation بالنسبة للناس اللي عندهم أفكار عندها علاقة بريادة الأعمال. هو التعريف ده اسمه حاضنة بالعربي. حاضنة الناس اللي يحطون فيه. فهم بيجيبوا الناس اللي عندهم أفكار. بنحاول انهم يدوهم معلومات. الوقت ذاك ما كان في فند هسي على ما اعتقد انه في فند بالنسبه للحاليين. انا كنت مقدم لاورنج كورنا وجبدوني في اورنج كورنا، فبيجي انا احسي مقبول في حاجتين، البرنامج بتاع كينيا والبرنامج بتاع اورنج كورنا، فانا حختار واحد في الاثنين. اول حاجه حعملها انه حاسال الناس رايكم شنو في اورنج كورنا، هل انا ممكن اقعد ليها ولا افضل امشي اسافر لكينيا؟ اعمل واحد من الاثنين. واحد من اصحابي كان قال افضل ليك تكون قاعد في اورنج كورنا لانهم شكلهم ناس بعدين يا دوب شكل الموضوع رهيب و أقعد في أورنج كورنر وخلي الموضوع بتاع كينيا. لأنه أصلا كينيا أنت محتاج تدفع قروش، لأنه حتى المنحة اللي بيقدموها لك بيقدموا لك منحة 90% وأنت المفروض تدفع حياتك تشد دحين ليها بعد شوية إن شاء الله. فقمت قلت لك ما في مشكلة، معناته أنا حاقعد في السودان، لكن بما إنه أنا إنسان ذكي ورهيب شديد فقمت أنا حعمل كالآتي، إنه أنا حقوم أرسل لناس كينيا وأقول لهم والله يا أخي أنا ما حأقدر أحضر لأسباب كثيرة عندها علاقة بالثورة دي، كانت كذبة بيضاء كذبة بيضاء، ما حقدر أقدم ما حقدر أحضر البرنامج حسي، فإذا ممكن نأجل الحاجة دي للدفعة الجديدة. فرسلت لهم الإيميل وقالوا أوكي ما في مشكلة ممكن نعمل الحاجة دي. أنا كنت فرحان شديد. نأجل البرنامج بتاعي من شهر فبراير لشهر أغسطس. خشيت في البرنامج بتاع الإنكيوبيشن بتاع 6 شهور. انتهى البرنامج وجي شهر 8 وأنا بعد ذلك أسافر. أول مشكلة وأكبر مشكلة بالنسبة لي كانت موضوع القروش. حتقوم تزعلني إنه والله يا أحمد أنت داير القروش يا شنو؟ أقول لك القروش عموما دايرة في 3 حاجات. الحاجة الأولى كنت داير القروش عشان أسكن هناك لأنه السكن والإعاشة ما بقدر أدفع عليك، هدفع أنت براك نمرة واحد. نمرة اثنين المحل زاده لأن المحل المنحة بتاعته 90% فأنت 10% المفروض تدفعها. قروش المحل كلها عبارة عن 8,000 دولار، فأنا المفروض أدفع 800 دولار ودي أعلى منحة بقدمها لك، يعني 90% دي أعلى منحة كانت في المحل وأخذونا فريق بس أنا وكان معي واحد ثاني من الصومال. فدي الحاجة الثانية. والحاجة الثالثة كان السفر زاده اللي هو ببساطة الطيارة. كيف انا حاعمل الحاجه دي؟ كان عندي قروش في البنك كانت تعمل كلها 100 دولار واشتغلت شغلانه جابت لي منها 200 دولار قعدت شفت انه اختي عندها 1000 دولار فمشيت لها قلت لها يا نجا ارجوكي انه ادي 1000 دولار دي 1000 دولار كانت كثيره شديد سواء كان زمان ولا حسي كثيره فقامت قالت لي انا حديك يعني. وانا كنت يعني متخيل انا كنت حاسي بالفخر لهالدرجه انه زي اديك 1000 دولار فشد ال 1000 دولار ضربته طوالي لعمر اخوي قلت له يا عمر سلام كم سعوديه؟ يا عمر سلام عليكم انا دايك تحجز لي للطياره عمر احجز لي للطياره ال 1500 دولار انا عندي اللي هو 1300 و200 ال 1500 دولار دي 800 منها هتمشي لنفس المحل ال 500 الباقيه في السكن انا حادفع 200 دولار في اعاشه حادفع زي 150 دولار حيضل لي 150 دولار للشهر الجاي وانا المفروض اقضي 4 اشهر في كينيا فانا حس عندي قروش بس لاول شهر كان ضربت لي واحده من الناس اللي ماسكين البرنامج انه هل انت يا احمد عندك القروش دي؟ قلت لها ايوه انا عندي القروش دي دي برضه كانت كذبه ثانيه عدت عمر التفاصيل بتاعت الطياره عشان انه احجز الطياره لاربع شهور اللي هو انا حمشي شهري 8 وحاجي راجع شهري 4 لانه ناس المحد ودي حاجه مهمه شايف ناس المحد قالوا انه لانك انت من السودان اللي من السودان اللي حتصل لنا كتير شديد لانك انت من السودان المفروض تحجز طياره ماشيه وجايه ليش نو؟ لانك اذا ما حجزت طياره وماشيه وجايه بيكون حاسس انه انت حتكسر ركبه هناك تخيل معي تكسر ركبه في كينيا والله يا اخي كينيا مكان يكسر فيه الركبه لانك انت ممكن تكسر ركبه هناك فلازم تحجز طياره ماشيه طياره جايه قلت لك يا عمر دي التفاصيل لعمر فعمر ربنا يديه العافيه حجز الطياره بدل ما يحجزها لاربع شهور حجزها لاربع ايام لما شفت الحجز تلاقي عمر حجز غلط نحن المفروض نغير الحجز ثاني بس نغير الحجز لازم تدفع قروش هي بتاع 200 دولار فدفعنا القروش بتاع تغيير الحجز وكده بقعد عندي الحجز بتاع الطياره بالنسبه للاجراءات بتاع السفر لكينيا سهله حبتين كل الحياة انت المفروض تعملها يكون عندك كل طرف من الخدمه الوطنيه واذا زمان كان محتاج انا ما اعرف حسي مع التغييرات تحت القوانين تلقاها ولا لا يكون عندك كل طرف برضه من جهه البوليس انه انت ما عملت جريمه قبل كده تاشيره الخروج وعلى ما تقبل تاشيره الخروج لغوها فجهزت سند للسفر ان شاء الله وبكده بدات اول رحله برا السودان فمشيت المطار قدمت في حاجه مهمه برضه ذكرتها تضعين بتاع الحمى الصفراء حسي طبعا جاء الموضوع بتاع الكورونا وكده كان ما في كورونا فانا لما سافرت اذا انا مذكر صح كان يوم 16/8/2019 فالحمد لله الزول كمل الثوره كلها في السودان حتى بعدين سافر الوقت ده كان خلاص المجلس العسكري وقعد والجماعه دي كلهم ده خلاص يعني عملوا الاتفاقيات بتاعتهم كده لكن لسه ما توقعت ده الوقت اللي انا سافرت فيه
والحمد لله يعني السفرة تمت والإجراءات تمت والزول أخذ الفيزا بتاعته. الفيزا وأنا رايبل هذا معناته إنك تحتصل المطار هناك وتقدم للفيزا، تأخذ الفيزا بتاعتك إذا ما في أي مشاكل، تدفع $50 ليوش الفيزا خلاص. كده حتستلم الفيزا بتاعتك. استلمت الفيزا بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا كينيا. حرفيا أنا جيت كينيا وما في زول بعرفه، ما أعرف أنا حاسكن وين، لأنه ما عندي، ما ممكن أحجز قبل ما أجي السودان لأنه ما في كريدت كارد. لاحظ ثاني أنني من السودان، ما حقدر أحجز لأي Airbnb لأي هوتيل لأي حاجة، ما حقدر أحجز لهم. الحاجة الوحيدة اللي عارفة إنه في صاحبنا قاعد في كينيا، فصاحب صاحبنا ذا أو صاحبنا ذا عرف صاحب صاحبنا ذا كيف، لأنه هو كان جالي حاجة اسمها يالي في كينيا، فعرف الزول ده في يالي وبعدها قام اداني الكونتاكت بتاعته. فأنا رسلت له حرفيا لما كنت في المطار بتاع أديس أبابا، يعني خين معي الزول ده أنا رسلت له في الواتساب وأنا كنت في المطار لأنه كان في واي فاي، وقلت له يا أخي أنا جاي لنيروبي وده المحل أسكن فيه وفعلا ممكن نتلاقى. أنا لما وصلت المطار بتاع كينيا لقيت الرد بتاعه وقال لي أيوه ممكن نتلاقى، لاقيني في المكان الفلاني. انا ما اعرف اي حاجه عن المكان الفلاني وما عارف انا اصلا حاصل المكان الفلاني ده وين. فبكل الحاجات الموجوده دي انا ما عارف همشي وين، نمرة 2 انا ما عارف حاسكن وين، نمرة 3 انا عارف تماما ان القروش انا عندي ما حتكفي لي اكثر من شهر ونص بالكثير شديد، نمرة 4 انا ما بتكلم انجليزي كويس. فدي كلها عباره عن حاجات انا ما عارفها. والوقت ذاك انا كنت قاعد في بنش في المطار باكل في سنيكرز اشتريته من البحر في الجمال. كنت بفكر انه انا ممكن اعمل شيء، والحياه حصلت بعد ذلك هنحكيها ان شاء الله في الحلقه الجايه.